باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي مشاهدي قناة الحياة في كل مكان ومشاهدينا عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، برحب فيكم، بقولكم سلام المسيح. سلام المسيح يكون معكم، سلام المسيح يملأ قلوبكم، يملأ بيوتكم وانتوا قاعدين مع عائلاتكم في هالبيوت في الأيامات هاي اللي احنا بنمر فيها. يمكن نسميها ظروف صعبة، يمكن نسميها ظروف، هي ظروف بكل الأحوال، لكن أشكر الرب من أجلها. وإحنا حلقتنا اليوم اسمها أشكرك على ظروفي. قبل ما أبدأ الحلقة بحب أعيد على كل إخواني وإخواتي المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان. بصلي الرب يكون يزوركم في بيوتكم، يبارككم أنتوا وعائلاتكم، وإحنا جايين مع بعض نشكره على كل الظروف اللي بنعيشها. ترنيمة أشكرك على ظروفي ابتدت معي مرحلة من مراحل حياتي واختبار جديد مع الرب، إنه مرقت فترة أنا رحت عند الطبيب للمراجعة فقال لي إنه في موجود شيء على الأحبال الصوتية لازم ينشال وينفحص، ويمكن أنتوا عارفين بيعطوا كل الاحتمالات. المهم أنا عملت العملية أشكر ربه وبستنى نتيجة الفحص. في الوقت اللي أنا بستنى نتيجة الفحص سيطر علي كمية قلق رهيبة، فبقيت يعني أصلي أقل عشان أعترف أمامكم، أصلي أقل وأقلق أكتر، لغاية مرة بفتح عيني طلعت النتيجة. طب أنت لشو الآن؟ ما النتيجة لو كانت هيك أو كانت هيك، مهما تكون النتيجة مش أنا اللي ساندك وشايلك كل هالسنين، مش أنا اللي ماشي معك، مش أنا اللي عارف ضعفك وأنا عارف ظروفك وأنا عارف كل الدنيا اللي أنت عايش فيها. فخجلت من نفسي أمام الرب، والرب بعد كلمات بتقول أشكرك على ظروفي. احنا متعودين نقول ظروف كعذر، يعني انا عارف انا عندي ظروف، كهم، كمسؤولية، كعذر، كانشغال، لكن انا بشكرك يا رب لانه في وسط الظروف انت موجود. واليوم لو انت عندك نفس حالتي او بتشاركني نفس المشاعر، يمكن بتستنى نتيجة فحص طبي، يمكن قاعد في بيتك والآن على مصيرك ومصير ولادك، يمكن العمل، ظروف العمل مش احسن ظروف، احنا كلنا من غير عمل في الوقت الحالي، يمكن البلد، يمكن المستقبل، اكيد في شيء بيقلقك. لكن تذكر معي، عمره الرب تركك، عمره احساناته غابت عنك السنين اللي مرت. تعال معي اليوم قل له انا بشكرك، حتى بشكرك على ظروفي مهما تكون، بشكرك في كل حال وعلى كل حال ومن اجل كل حال. سمعت هالكلمات كتير، لكن انا تعلمت انه أرفع عيني عليه وأشكره دايما، وهي صلاتي لكم اليوم إنه يا رب في هالفترة اللي بنقضيها مع بعض علمنا نرفع عينينا عن العالم وما في العالم، ونوجهها إلى رئيس هذا العالم، إلى خالق هذا العالم، إلى ضابط هذا العالم. أمجدك، أحمدك وباركك يا سيد، يا من أنت وحدك تستحق الشكر والإكرام والتمجيل والتبجيد، لأنك لك كل المجد، كل المجد. أشكرك على ظروفي. أشكرك على ظروفي، دي وعودك بتنسيني خوفي وبتطمني على اللي آتي، يا رب ضامن فيك حياتي. أشكرك على ظروفي، دي وعودك بتنسيني خوفي وبتطمني على اللي آتي،
يا رب ضامن فيك حياتي ومسلم لك أمري، أنت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي، يا مكفيني بخيرك وحدك ماليش غيرك، وبحكمة تدبيرك تفاصيل مواعيدي. ومسلم لك أمري، أنت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي، يا مكفيني بخيرك وحدك ماليش غيرك، وبحكمة تدبيرك تفاصيل مواعيدي. ومن يقول بعد كلامك يا مالي أيامي بسلامك، يلي إيديك فوق الأيادي كل اتكالي عليك يا فادي. ومين يقول بعد كلامك، مين يقول بعد كلامك، وانت ليك الكلمة الأخيرة، ليك الكلمة الأخيرة، مين يقول بعد كلامك يا مالي أيامي بسلامك، يلي إيديك فوق الأيادي كل اتكالي عليك يا فادي. ومسلم لك أمري، انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي، يا مكفيني بخيرك وحدك ماليش غيرك، وبحكمة تدبيرك تفاصيل مواعيدي. ومسلم لك أمري، انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي، يا مكفيني بخيرك وحدك ماليش غيرك، وبحكمة تدبيرك تفاصيل مواعيدي. أشكرك. أول ما بقول لك أعني حمل تقيل بيتشال عني، واتذكر يا رب صلاحك تتبدل أحزاني بأفراحك. وأول ما بقول لك أعني حمل تقيل بيتشال عني، واتذكر يا ربي صلاحك تتبدل أحزاني بأفراحك. ومسلم لك أمري، أنت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي، يا مكفيني بخيرك وحدك ماليش غيرك، وبحكمة تدبيرك تفاصيل مواعيدي. أنا مسلم لك أمري، أنت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي، يا مكفيني بخيرك وحدك ماليش غيرك، وبحكمة تدبيرك تفاصيل مواعيدي. أشكرك 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 على ظروفي.
وحدك مليش غيرك يا سيد. أشكرك على ظروفي جايين إحنا قدامك اليوم يا رب، وإنت شايف وعارف أنا وإخواني وإخواتي المتحدين بالصلاة أمامك الآن، وكل واحد عنده ظروف إنت عارفها وإنت داريها وإنت شايفها. من فضلك زور الكل يا إله الكل، بارك الكل اليوم، تعال زورنا، تعال يا رب لقينا فين ما إحنا نكون. إنت عارف المراحل اللي إحنا فيها بالحياة، اللي واقع واللي ضعيف واللي فكر حاله منتصر واللي مجرب واللي مش مجرب، يا رب إنت تعال، تعال تعامل مع الكل لأنك وحدك بتقدر، وحدك بتقدر. أسألك في اسم المسيح يسوع اليوم المبارك فتاك القدوس يسوع، إنك يا رب مد إيدك بالبركة على كل شخص عم يسمع، مد إيدك يا رب النعمة اللي بس إنت اللي بتعطيها يا سيد، على كل شخص طالبك بالصلاة، على كل شخص مع أسرته متحدين حولك الآن طالبين شيء في الصلاة، في اسمك يستجاب، في اسمك يستجاب، ولك كل المجد لأنك تسمع وتستجيب. أشكرك لسه من الأسبوع الماضي احتفلنا بقيامتك المجيدة اللي نقلتنا لوضع تاني في إيماننا المسيحي، اللي لو بقينا على إنه يسوع انصلب ومات عنا ومن غير قيامة ما لهاش أي معنى، لكن أشكرك يا من توجت الفداء بالقيامة، يا من تممت على عود الصليب وأكملت ومجدت بالقيامة وتمجدت أنت فيه. نشكر كل حين إلهنا الأمين من أنعم بالفداء الثمين. اشكر معي، قل له بشكرك. نشكر كل حين إلهنا الأمين، نشكر كل حين إلهنا الأمين، من أنعم بالفداء الثمين، من أنعم بالفداء الثمين. هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح العظيم. نعبد بخشوع إلهنا يسوع، نعبد بخشوع إلهنا يسوع، فهو يكفف كل الدموع، يسوع وحده يكفف كل الدموع. هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح العظيم. للجميع عن حبه البديع، نشهد للجميع عن حبه البديع،
فهو صفوح ودوما سميع، فهو صفوح ودوما سميع. هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح، اسم المسيح العظيم. نسير في خطاه، نسترشد هداه، نسير في خطاه، نسترشد هداه، فهو الدليل ورب الحي، ما فيش غيره يسوع، فهو الدليل ورب الحي. اتعهد انك تمشي معي. نسير في خطاه، نسترشد هداه، نسير في خطاه، نسترشد هداه، فهو الدليل ورب الحياة، فهو الدليل ورب الحياة. هللويا هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا مجدا، هللويا شكرا، شكرا، هللويا نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح العظيم. هللويا هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا نسجد باسم المسيح العظيم، نسجد باسم المسيح، اسم المسيح العظيم، اسم المسيح العظيم. أشكرك 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 يا من أعطيتنا مش سبب وسببين، أسباب نعيش حياتنا كلها تسبيح وتمجيد لجلالك. وأنا بقولك في الترنيم اللي جاي اللي بتقول أهديك كل المجد، كنت أنا والإخوان منناقش في الموضوع، مش لحتى نغير في الترنيم، لا، بس من فضلك اعمل هالشيء في الترنيم، حتى الترنيم اللي ربنا ببعت إياها أنا غير الكلام، طوعه إذا بتلاقيه بناسبك أكتر. أنا شفت أهديك كل المجد، حلوة، لكن مين أنا اللي أهديك كل المجد؟ أنا بقوله لك كل المجد. جاي اليوم لو بدي أهدي شيء بهدي إنه هذا المجد يكون على حياتي ظاهر يا سيد، وهذا مشهد، هذا صلاتي تكون يا رب إنه مجد يكون، مجدك يكون يرى علينا، على كنيستك، على حياتك. ما أحوجنا إنه نعكس هاي الصورة، وإحنا من نعلن إنك أنت الحب وإنك أنت الله محبة لكل الناس. اجعلنا يا رب إنه ما يكون كلامنا كلام بس من غير فعل. يا رب تعال وانت واغسل قلوبنا اللي مليانه يمكن حقد وكراهيه وتمييز لناس معينين او لفئه معينه بالمجتمع او لشيء، انت عارف، انت شايف. لكن في المسيح اليوم بصلي في اسمه القدوس يا سيد، في اسم المسيح، تعال غيرنا يا رب، تعال غيرنا عشان نعرف فعلا. اقول لك على حياتي يا سيد لك كل المجد، وانا برفع يداي، اجعل هذه الأيدي طاهرة مرفوعة أمامك وقبل، وقبل ذبيحة التسبيح اللي نقدمها لجلالك اليوم. شكرك شكرك.
لك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، لك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء، لك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، لك كل المجد، كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء، وحدك تستطيع كل شيء، وحدك تستطيع كل شيء. صدق، صدق بالإيمان إنه يستطيع كل شيء، وتعال وضع عنده اليوم كل شيء شاغلك، كل شيء مغلبك، كل شيء محيرك، كل شيء بألمك بالحياة، تعال ضع عنده أمراضك. تعال اليوم إحنا مع بعض كلنا في احتياج. أنا ما بقول لك لأني بنصحك تعمل إشي أنا ما جربته، أنا مالي إلا آجي أمامه وبارك اسمه وأشكره، لأن عمري ما جيت قدامه وركعت وسجدت وصليت إلا بلاقي إنه استجاب. عدم الإجابة استجابة، لكن حتى لما ما بيستجيب بتحس إنه حط في قلبك سلام للموضوع اللي بتصلي فيه. الكتاب بيقول اسألوا تعطوا، كل ما تطلبون باسمي تخدوه، كل ما تطلب، كل ما تطلب. لكن في ناس بياخد هالأمور حرفية، هي فعلا حرفية، لكن على حياتي أنا ما أقدرش أعملها حرفية، لأنه ليه؟ مشيئة، أنا بحاول أعيش مشيئته الإلهية بحياتي، تمسك فيها لأنها صادقة. لكن تعال اليوم بصدق مع نفسك أنت، وأنت بتتمسك فيها وأنت بتقوله يا رب اشفيني، يا رب اشفيني، هل أنت فعلا نفسيا انشفيت؟ هل أنت ضامن أنه لك شفاء أبدي في المسيح يسوع وحياة أبدية مضمونة فيه وحده؟ أنا بسأل نفسي قبلكم وأنا باجي قدامك يا رب، أقول لك اشفيني يا رب، المشكلة الفلانية يا رب، أولادي يا رب، بيتي، لكن أضع كل شيء عند أقدامك يا سيد. ومين غيرك قال؟ ومين غيرك بيقدر يقول تعالوا لي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم؟ مين بيقدر يقول هيك؟ نبي بيقول هيك؟ رسول بيقول هيك؟ وأنا أريحكم؟ مين فينا بيقدر يريح أصلا؟ إلا إذا كان هو معطي الراحة، إلا إذا كان هو معطي الحياة نفسها، الإله القدوس. قل له أنت عظيم وأنت مصدق معي. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء على مرضي وضعفي، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء،
أستطيع كل شيء. قول هالشيء بقول لك أباركك نباركك يا مليك المجد، إنك وحدك مستحق، مستحق المجد كله. نباركك نعظمك نمجد اسمك القدوس. نباركك يا مليك المجد ربنا وولينا إلى الأبد. قد ارتفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم، فالبهاء والجلال لك وحدك. يسوع نبارك اسمك، يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم، البهاء والجلال لك وحدك. يسوع نبارك اسمك، يسوع نبارك اسمك، يسوع نبارك اسمك. يا سيدي لما أرى نجوما وكلما يدور في الأفلاك، أسمع صوت الرعد في غيومك، وكلها قد صنعت يداك. يا سيدي لما أرى نجوما وكلما يدور في الأفلاك، أسمع صوت الرعد في غيومي، وكلها قد صنعت يداك. نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظمك ما أعظمك. نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظمك ما أعظمك. وكلما أذكر كيف ربي قد بذل ابنه عن الخطاة، بموته أزال كل ذنبي وردني للسير في هدى. وكلما أذكر كيف ربي قد بذل ابنه عن الخطاة مثل الخطاة، بموته أزال كل ذنبي وردني
للسير في خطى، نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك، نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك. إذ يظهر مسيح بانتصار يأخذني إلى السماء هناك، مبتهجا أهتف باعتبار له مرنما ما أعظم ما أعظم. إذ يظهر مسيح بانتصار يأخذني إلى السماء هناك، مبتهجا أهتف باعتبار له مرددا ما أعظمك، نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك، نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك، نفسي تغني نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك، نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك. ما أعظمك يا سيد، ما أعظمك في كل شيء، ما أعظمك في كل شيء، ما أعظمك في سلامك، في سلامك. والترنيم اللي جاي بتقول سلامك غامر قلبي، اللي عايش معك مهما تكون الظروف صعبة، اللي جينا نرنم له اليوم نقول لك ظروف ظروف يا رب، مهما تكون صعبة انت معك يا رب، كله بيسهل وكله حلو وكله له طعم تاني، واللي بيخلينا نفرح في هالشيء انه كله معك يعمل للخير، كله معك يعمل للخير. يمكن انا ما كنش، واكيد انا مش فاهم ولا عارف محدوديتي شو عم بصير حوالي من أحداث، وشو عم بصير فيي أنا، شو عم بتغير فيي، شو عم تشتغل أنت بخطتك في حياتي، بترتيبك مشيئتك الصالحة فيها. لكن أنا أعرف شيء واحد، إنك أنت صالح، إنك أنت بتحبني، وإنك أنت قادر على كل شيء. تعال اليوم هالثلاث أشياء من فضلك ومن فضلك، إذا عم بتصلي بشيء تأكد من هالأشياء في قلبك إنه الله صالح والله قادر والله بحبك. الله صالح والله قادر بحبك. صالح مش ممكن يجرب بالشر، ومش ممكن يسمح بالشر، ومش ممكن يؤدب بالشر زي ما احنا بنفكر. ما عندوش اشي اسمه شر، الشر والله لا يتخالط، والله قدوس. الشر احنا اللي منجيبه من ابليس لما نتبعه، لما منصدقه، لما بتصدق الكذوبة كذاب وأبو كل كذاب، قل له اليوم انتهروا باسم المسيح. الله ما عمره بيجيب شر، فهو صالح، صالح في كل شيء، هو قادر. هو اللي خالق، هو اللي عارفني، هو اللي جابلني، وأنا شوية تراب محدوديتي شو بعرفني، بس بعرفه هو، وما بديش أعرف إلا هو. وهو محب، بحبني. يكفي أنه تعرف أنه أبوك السماوي بحبك، أبوك السماوي انت غالي على قلبه جدا. فلما بتسأله ليش يا رب، ليش عملت فيي هيك، وليش انا صار معي هيك، وليش بيتي، وليش، تأكد انه بحبك، وهذا مشيئته صالحة لك في كل شيء.
تأكد من هالشيء، تأكد 100% عشان تقدر فعلا تسبح صح وتصلي صح وترنم صح وانت بتقول له سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة، مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي، مع انه الاخبار الحلوة بتفرح. انا مش راح اكذب عليكم، حلو الواحد يسمع اخبار حلوة والرب مالي حياتنا باخبار حلوة، لكن مهما يكون الخبر اللي جايك من العالم فرحته تدوم شوية يوم يومين وتروح، وبترجع أشياء تانية وبتسيطر على هذا الفرح. إلا فرح الرب اللي بيعطيك قوة، إلا فرح الرب اللي بيزرع سلام، بقول بيزرع لأنه بينمو معه سلام في قلبك. صلاتي يا رب إنه إنك تزور كل الناس اللي عم بتصلي معنا الآن على بيوتها يا رب، تدخل في كل ظروفها بسلامك الغامر. أنت قلت سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم، أنت اللي بتعطي السلام لأنك أنت السلام نفسه. من فضلك يا رب تعال بسلامك على كل الناس اللي محتاجة هذا السلام. من فضلك تعال بطمأنينة لقلوب الناس اللي قلقاني. في اسمك الغالي بصلي وعارف أنك تستجيب لك كل كرامة ومجد. أمين. سلامك غامر قلبي. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة، سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة، مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي، انت فرحي يا ربي. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة، سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة، مش مستني العالم لا ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي، انت فرحي يا ربي. ومنك سلامي عيني عليك يا ضامن أيامي، بفرح فيك ومنك سلامي عيني عليك يا ضامن أيامي، مستنيك أنا مستنيك تقصر أيام الغربة. سلامك 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 غامر قلبي، سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة، سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة، مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي، انت فرحي يا ربي. امين. انا مسنود على صدقك وصلاحك يا ابو الجود، جود لي بافراحك. انا مسنود على صدقك وصلاحك يا ابو الجود، جود لي بافراحك، مش محدود انت مش محدود يا اله كلك محبي. سلامك 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 غامر قلبي، سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة، سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة، مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي، انت فرحي يا ربي. امين. Thank you.
لي غير إيماني بالكلمة زي الطير. أنا عايش بالنعمة ما لي غير إيماني بالكلمة زي الطير. أنا عايش بالنعمة ما لي غير إيماني بالكلمة زي الطير. أنا عايش بالنعمة وإنت الخير يا ربي إنت خير ورحمة تتبعني بدربي. سلامة سلامة سلامك غامر قلبي سلامة غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. سلامة غامر قلبي رغم ظروف الصعبة مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي. انت فرحي يا ربي انت فرحي يا ربي انت سلامي يا ربي انت فرحي يا ربي. لك المجد لك المجد. وبفرض انها ايام صعبة والناس تعبانة ومضطربة ما انا عارف والرب شرحها ومسميها زمان الغربة. وجه تحية لأخوي هاني روماني على اللحن والكلمات. وزي ما بقول دايما أي اسم بينذكر من فضلكم صلوا لهم صلوا لخدام الرب عشان يعطيهم الرب أكتر عشان يسيج حواليهم يحميهم ويعطيهم أكتر. أنا بصلي اليوم لأخوي هاني ولبيته لكل ظروفه وزي ما استخدم الرب في الماضي بصلي لاستخدام مضاعف في الوقت اللي جاي إله ولكل خادم رب مبارك عارف حاله من العزيزين على قلبي اللي أنا بعرفهم واللي ما بعرفهم برضو. وانتوا صلوا معي صلوا معي دائما للخدام لأنه الحروب شديدة والخادم الحروب عليه بالذات. يمكن أنا أكبر في نظر نفسي أو في نظر ذاتي وأفكر أنه إذا أنا كتبت أو ألفت ترنيمة مع إن بنسى أنه لا أنا الكاتب ولا أنا المؤلف بنسى أعطي المجد له. فدائما اذكرونا بصلاتكم عشان الواحد يضل عارف هو مين وبيعبد مين والفضل لمين. مبارك اسمه القدوس. وبفرض انها ايام صعبة والناس تعبانة ومضطربة فرض إنها أيام صعبة والناس تعبانة ومضطربة ما أنا عارف والرب شرحها ومسميها زمان الغربة. وبفرض إنها أيام صعبة والناس تعبانة ومضطربة ما أنا عارف والرب شرحها ومسميها زمان الغربة. وأنا حعمل كل اللي عليا أثبت على موقفي ومكاني وهنور ليلي بأغنية تعلن بالدقيقة إيماني. وأنا حعمل كل اللي عليا أثبت على موقفي ومكاني وهنور ليلي بأغنية تعلم بالدقيقة إيماني. ولا عمري هكابر على ضعفي ما أنا عارف حدي وقدراتي. ولا عمري هكابر على ضعفي أنا عارف حدي وقدراتي عارف إنه برضو اللي بصفي الله السامع لصلاتي. ولا عمري هكابر على ضعفي ما أنا عارف حدي وقدراتي عارف برضو اللي بصفي الله السامع لصلاتي. الله السامع لصلاتي.
الله الله السامع لصلاتي، وانا هعمل كل اللي عليا اثبت على موقفي ومكاني، وهنور ليلي باغنيه تعلم بالدقيقة ايماني. واللي ما اصطادش الليل كله راجع بجرجر في كله، واللي ما اصطادش الليل كله راجع بجرجر في ذله، لو سمع النعمة هتقوله وتدله تكون كسوريا. اللي مصطدش الليل كله راجع بجرجر في ظله، لو سمع النعمة هتقوله وتدله تكون كسوريا. وانا هعمل كل اللي عليا اثبت على موقفي ومكاني، وهنور ليلي باغنية تعلم بالدقيقة ايماني. وانا حامل كل اللي عليا اثبت على موقفي ومكاني، وهنور ليلي باغنية تعلم بالدقيقة إيماني. أشكرك وأعظم اسمك، أشكرك وأعظم اسمك. وتذكرت إنه اللي برضو أدى الترنيم بطريقة حلوة كتير، يا ريت تسمعوها منه برضو كمان أحلى من اللي بقوله أنا بكتير. الأخ تامر العجمي، وجه له تحية برضو كمان من الأصوات الحلوة اللي أنا نفسي بتعزى لما بسمع الصوت وبسمع شو الرب أعطاه من مواهب. صلي ربي يبارك ويبارك أسرته كمان وبيته، واشكر الرب من أجله، اشكر الرب من أجله. من فضلكم تابعوا معنا بالصفحات، اللي عنده سؤال، اللي عنده طلب ترنيمة لو عارفها من عيوني بقولها طبعا. شخص سألني عن ترنيمة أشرقت، وبقول لا إلها اختبار. ترنيمة أشرقت من الترنيم الخليجية، من أوائل الترنيم الخليجية اللي بعتها الرب. إلها اختبار، إنه شخص قال لي بعد ما عرف المسيح، شخص من السعودية بالذات، عن التغيير اللي صار بحياته، إنه حاسس إنه يا رب وين كنت من زمان أنت؟ لما شفتك أنا كل شيء تغير، زي اللي كان في عتمي وصار يشوف بالنور، زي اللي كان ميت والآن صار عنده حياة. وين كنت؟ أنا ما كنت بدور عليك لكن مش عارفك، لكن أشكرك لأنه أشرقت شمسة بروحي وبددت كل الظلام، حب دوالي جروحي مثل بلسم للآلام. أب محب وصاحب لا مرعب ولا مخيف، ما هو ربي يحب يعاقب مثل جلاد بسيف، كله مكر وانتقام. ما هالصفات مش موجودة في الله، له كل المجد. أب محب وصاحب لا مرعب ولا مخيف، طبعا هو لي مهابة ومخافة الرب، يعني شيء طبيعي يحصل لأنه أنت بتحكي عن خالق الأكوان. لكن ما بخافش من عقابه، بخاف أخسر هالعلاقة مع الأب المحب، بخاف ما أكون بعطيه احترامه بحياتي لازم أعطيه، بخاف أنه هالمهابة ما تبنش علي ولا على بيتي ولا على أولادي. وهي صلاتي دائما، هذا خوفي، يا رب ما تسمح أنه أنا ما أعرفش بالضبط أعبر عن كم أنت مهاب، وكم أنت قدوس وجبار، وكم أنت ليك السلطة على حياتي وعلى بيتي. فكل ما بضعف ساعدني يا سيد. وأنا بقول هالكلمات، أب محب وصاحب لا مرعب ولا مخيف، ما هو ربي يحب يعاقب مثل جلاد بسيف، وكله مكر انتقام. بالعكس، أنت كلك محبة وسلام، كلك لطف، كلك وداعة. أشكرك وعظم اسمك. أشرقت شمسة بروحي. أشرقت 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 أشرقت
أشرقت شمسة بروحي وبددت كل الظلام. حبه دوا لي جروحي مثل بلسم للآلام. أشرقت شمسة بروحي وبددت كل الظلام. حبه دوا لي جروحي مثل بلسم للآلام. أب محب وصاحب لا مرعب ولا مخيف، ما هو ربي يحب يعاقب مثل جلاد بسيف. أب محب وصاحب لا مرعب ولا مخيف، ما هو ربي يحب يعاقب مثل جلاد بسيف. لا 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 كل مكرو انتقام. أشرقت 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 كثر حبك يا ربي وينك انت من زمان. اول ما سكنت قلبي نفسي حست بالامان. يا كثر حبك يا ربي وينك انت من زمان. اول ما سكنت قلبي نفسي حست بالامان. بنوع ثاني من السلام. اشرقت اشرقت أشرقت أشرقت ونسيت به كل تعبي ومعاها الهم راح. كل حزني وكل كربي ربي بدله بفراح. ونسيت به كل تعبي كل هم راح. كل حزني وكل كربي ربي بدله بفراح. بسرور على الدوام. أشرقت 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 صرت أنا إنسان ثاني مثل مولود جديد. هو وجودي وكل كياني وحبه يسري بالوريد. صرت أنا إنسان ثاني مثل مولود جديد. هو وجودي وكل كياني حبه يسري بالوريد. يعجز بوصفة كلام. أشرقت 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 شمسة بروحي وبددت كل الظلام. حبه دوا لي جروحي مثل بلسم للآلام. أشرقت شمسة بروحي وبددت كل الظلام. حبه دوا لي جروحي مثل بلسم للآلام. أب محب وصاحب لا مرعب ولا مخيف، ما هو رب يحب يعاقب مثل جلاد بسيف. لا 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 أب محب وصاحب لا مرعب ولا مخيف، ما هو رب يحب يعاقب مثل جلاد بسيف. كل مكروه انتقام. أشرقت أشرقت
أشرقت أشرقت أشرقت شمسة بروحي. أشكرك، أعظم اسمك، أمجدك يا من أشرقت فعلا شمسك في روحنا لما عرفناك، ويا من تغيرنا لما شفنا نورك وصرنا نشوف الناس بنورك. أشكرك يلي نقلتنا من الظلمة إلى النور. أشكرك لأنه عبرت فينا فعلا فعلا، مثل ما الشعب القديم عبر من العبودية إلى الحرية، أنت عملت نفس الشيء معنا. أشكرك أشكرك وعظم اسمك. والحرية متاحة لكل واحد عم تسمعني اليوم، تعال للمسيح، تعال للمسيح وخذ حرية في المسيح. أمين. أشكركم على 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 كل الأشياء اللي بسمعها، على كل التشجيع وعلى كل الصلوات للحلقة هاي وللحلقات اللي بيكونوا فيها المباركين خدام قناة الحياة. أنا بكون زيكم قاعد وبتعلم وبسمع وبصلي لهم برضو، وفي عنا شوية طلبات صلاة أجت. أنا بصلي، اترك طلبة الصلاة في الصفحة، بصلي لك الحلقة الجاي بمشيئة الرب. في أخت بتقول صلي لظروف بيتي وعائلتي، أختي وأخي وزوجته في مشاكل مع أختي في البيت، صلي الرب يضع سلامه في هالبيت. يا رب أنا بشكرك لأنه إن لم تبني أنت البيت فباطل تعبنا بروح. من فضلك يا رب زور البيت اللي طالبك في صلاته وتدخل في العلاقات اللي فيه. يا رب أنت قادر تقرب القلوب على بعض لأنك أنت نفسك محبة، أنت كلك محبة وسلام. تعال وزرع سلامك في هالبيت يا رب، تعال وأعطي أعطي أعطي نورك لأهل هالبيت اللي يشوفوك أنت ممجد في الوسط، اللي يشوفوك أنت أكبر من كل الظروف والمشاكل التافهة اللي منضيع فيها سنين عمرنا. تعال يا رب من فضلك وزورهم زيارة، إيدك عليهم باركهم يا سيد، بارك جميع أهل هذا البيت وجميع كل بيت الآن بيصلي معي لعلاقة يمكن بديش أقول منكسرة، العلاقة يمكن تعباني شوي. يا رب تعال ورمم، تعال أنت مين بيصلح غيرك العلاقات؟ مين بيقدر يا رب؟ أنت بتصلح الأرواح اللي ميتة. يا رب أشكرك أشكرك، أنت اللي تحيي، أنت اللي قادر تجدد. تعال وجدد روحك في هالبيت يا رب، وأعطي سلام لكل بيت طالبك اليوم في اسمك الغالي بصلي، ولك كل كرامة وكل مجد وإكرام. أختي نادي طلبت صلاة للشفاء الجسد، يا رب أنت عارف ظروفها وشايفها، يا رب أنت أقرب واحد إلها أقرب من نفسها. من فضلك تعالي اليوم يا رب بزيارة خاصة تلمس فيها جسمها كله يا رب، وتنتهر المرض في اسمك القدوس يا رب، وتكون معزي إلها، وتكون سلامك يغمرها يا سيد. يا رب بنتك وغالي عليك وما حدا بيحبها قدك، تعال وزورها زيارة خاصة من عندك اليوم، وزور كل شخص مريض يا رب طلب صلاة. من فضلك يا رب تعال وبارك الكل يا من أنت ضابط الكل. أنا يا رب استودعك إخواني وإخواتي اللي ماثلين أمامك الآن في الصلاة، إنك يا رب تمد إيدك عليهم بالبركة في اسمك القدوس يا رب. استودعك كل بيت طلبك، استودعك كل كنيسة الآن ساجدة وطالبيتك، لأنك قدوس ومبارك ولك كل كرامة ومجد. أشكرك وأعظم اسمك من الآن وإلى الأبد آمين. لحد ما نشوفكم المرة الجاي، مبسوط إنه الرب يعطينا هالفرصة إنه تتجدد في اسم يسوع. أشوفكم من جديد يوم الأحد بمشيئة الرب. سلام المسيح، سلام المسيح.